ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج القوس ليوم الجمعه 31 ديسمبر كانون الاول 2021، ودي توقعات اخر يوم في السنه. يا رب السنه الجايه تبقى سنه خير علينا كلنا. بالنسبة ليك، ما تبالغش في انك تقدر شيء او انك تدفع اكتر من اللي هو بيحتاج اليه. هيتسوق في الاتجاه اليوم وهيتوفر ليك وعلى أموالك. بيعد البناء على نقطة قوتك السابقة أمر ضروري جدا بالنسبة ليك. ولو كنت امرأة فما تخافيش من استخدام قواك الأنثوية اليوم علشان تختلطي جزئيا بالعالم اللي كنت بتعتقدي سابقا أنه بيعتذر الوصول إليه. قوتك هتفوق كل نقاط ضعفك اليوم بسبب المشاعر العالية المنحدرة في الأحداث الماضية. هتشعر بقدر كبير من الإحباط إنه يجبرك على إنك تذهب تحت الأرض حتى، أو تعيد التفكير في استراتيجيتك بطريقة جديدة مع أشخاص جدد. بالنسبة ليك، السعادة ليست غياب المشاكل، إنها القدرة على التعامل معها أكتر من كده. توقعات العشرية الأولى مواليد 22 نوفمبر ل 1 ديسمبر. اليوم مهاراتك التنظيمية والاجتماعية قوية على غير العادة، فيجب أنك تستغل ده للسيطرة على الأمور، وهتنجح في العمل وخارجه وحتى في حياتك الشخصية. ممكن ينتج عن نظرتك الدافئة للأمور كتير من الفوائد. توقعات العشرية الثانية مواليد 2 ديسمبر ل 11 ديسمبر. حماسك بيمكنك من العمل بنجاح من خلال فريق، كما يمكنك ترك علامتك بهدوء. لو قمت بإنجاز مهامك اليومية مع الآخرين، هتذكر أن نجاح المجموعة هو الأهم وليس الأنا الخاصة فيك. توقعات العشرية الثالثة مواليد 12 ديسمبر ل 21 ديسمبر. هتتعرض للكثير من الأسئلة اليوم، وده هيتطلب منك النصح، ويتطلب ده تحافظ على السلام في موضوعات حساسة جدا، وما تدعش الغرور يصيبك نتيجة لهذه الثقة الموضوعة فيك. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيصطف القمر مع المريخ في القوس، ده بيشير إلى بعض الاندفاعات النهاردة، وبيصحي فينا الجانب الرغبة العاطفية، وبيحفز الشعور بالإلحاح، ويمكن أن ينتج عنه شبه مربع مع عطارد إلى المريخ بعض التوتر اللي بيغذي دافعنا علشان نجري تغيير في حياتنا. بيمكننا أننا نبتكر أفكار وردود فعل سريعة، لكن يمكن أن نكون متوترين وخفيفين قليلا تحت تأثير هذا القلق. إذا سمحنا لأنفسنا بالخضوع للضغط لإنجاز الأمور بسرعة، ممكن تعمل في ظل ظروف مرهقة أو محمومة. إنها ليست وسيلة عبور مثالية للصبر والاستمتاع إلى بعض الوقت. هيشجع القمر في القوس طول اليوم تفاؤلنا ومثاليتنا. هتتجه الشمس نحو كوكب أورانوس، ده بيعزز التغيرات وبيحفزنا على احتضان الجديد. وممكن تظهر فرصة فريدة أو غير تقليدية. النهج الأصلي للحياة جذاب وبيعمل لصالحنا، ويمكن للعبور ده أنه يفصلنا بما يكفي علشان يمضي بينا قدما بطريقة ما. ممكن نقوم ببعض الاكتشافات المثيرة النهاردة، ورغبتنا في تحمل ده في بعض المخاطر الإبداعية والتجربة ممكن تكون مفتاح النجاح النهاردة. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.